السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، أتمنى وضع اللايك والاشتراك في القناة. أتمنى وضع اللايك، ديروا اللايك. رئيس الحكام في الفيفا كولينا ينهي الجدل حول ما حدث في فضيحة مباراة الجزائر والكاميرون. الحكم الإيطالي الشهير كولينا ينهي الجدل بخصوص المباراة، وقال إن الحالة محيرة جدا للجدل بمباراة الجزائر، وأن التصوير كان له بعض أساسيات في الخطأ، سواء كان في الهدف الكاميروني أو الهدف الجزائري، ويقول كان يجب تصوير الهدف من كل الجوانب، والحالة الوحيدة والمحيرة للجدل هو الهدف، كان تصويره غير جميل، كان يجب التصوير من كل جوانب الملعب. وقال إنه يجب كانت إعادة اللقطة من الأول، وحمل المسؤولية للإخراج من قبل التلفزيون العمومي للجزائر. وقال أيضا أن الفار أيضا هنا في أخطاء كبيرة بالنسبة للفار، وأيضا حمل هذه المشكلة أو هذه الفضيحة على جسامة، حتى إنه لم يرجع إلى الفار نهائيا. وقال أمور كثيرة تخص جسامة، إنه استنفر منه في أمور كثيرة. طبعا هذا ما حصل من الحكم الشهير الإيطالي. أتمنى وضع اللايك والاشتراك.